بالأرقام، هكذا تعاملت دولة الإمارات مع أكبر كمية أمطار شهدتها منذ 75 عاماً، ومجلس الوزراء يقر مبلغاً لمعالجة الأضرار التي لحقت بمساكن المواطنين. حالة جوية استثنائية وضعت خلالها الدولة سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات. أكثر من 200 ألف بلاغ تعاملت معها غرف العمليات المركزية بمشاركة أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ الداخلية و15 ألفاً من الجهات المحلية، كاتفتهم جهود آلاف المتطوعين. فيما أقر مجلس الوزراء مبلغ 2 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل أكثر من 544 مليون دولار، لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم، وشكلت لجنة وزارية لمتابعة هذا الملف وصرف التعويضات بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية. كما شكل مجلس الوزراء لجنة لحصر أضرار الأمطار والسيول على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة.